تتواصل الجهود المصرية المستمرة لقطاع غزة على مستوى أكثر من محور، حيث قام فريق من الهلال الأحمر الكويتي ومنظمة رحمة حول العالم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري بالدخول لقطاع غزة. ويستهدف ذلك التعامل مع الجرحى والمصابين وإجراء العمليات الجراحية لهم داخل مستشفيات قطاع غزة. كان الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري قد وفانا بتلك الرسالة. زملائي الأعزاء، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، تتواصل الجهود المصرية المكثفة على مستوى ملف المساعدات الغذائية والإنسانية والإغاثية المتجهة لقطاع غزة على مستوى أكثر من محور، سواء المحور البري من خلال معبر رفح واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية، أو المسار البحري وتحديدا من خلال ميناء العريش البحري واستقبال العدد من السفن، بالإضافة طبعا للمسار الجوي الهام في هذه الأيام من خلال طبعا عمليات الإنزال الجوي الناجحة في شمال قطاع غزة بالتعاون بين مصر وعدد من الدول العربية الشقيقة. أيضا الجانب الكويتي له دور مهم في عمليات الإغاثة بالتنسيق طبعا مع الهلال الأحمر المصري، سواء من خلال الدفع بعدد كبير من سيارات الأسعاف المجهزة إلى قطاع غزة، أو من خلال أيضا المستشفى الكويتي الموجود في قطاع غزة وتحديدا في رفح. معي دكتور مساعد العنيزي، وهو رئيس أو مدير العمليات بالهلال الأحمر الكويتي. بنرحب بحضرتك على شاشة التلفزيون المصري، وبنقول الجهود المصرية الكويتية والتعاون بين الهلال الأحمر المصري والكويتي مستمر من خلال التنسيق المستمر على مستوى كافة الجهود. النهاردة أنتوا هتتوجهوا بفريق طبي كامل من الكويت إلى قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل أن أتحدث عن المساهمات الكويتية لإخواننا في قطاع غزة، أحب أن أشكر جميع العاملين في القطاع الإنساني في جمهورية مصر العربية، وأكيد الهلال الأحمر المصري، على تسهيل دخول الوفود وكذلك تسهيل دخول المساعدات والمساهمات سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو. نحن اليوم في منطقة العريش بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، إن شاء الله سوف ندخل بعد قليل في فريق طبي مجهز بالمعدات والأجهزة الطبية بهدف طبعا المساهمة في دعم الطواقم الطبية والمستشفيات وإجراء عمليات جراحية دقيقة مع الفريق الطبي. وهذا طبعا أغلى شيء نقدمه كجمعية الهلال الأحمر الكويتي وكشعب كويتي إلى أخواننا في قطاع غزة، ونأمل أن تساهم هذه المساهمات والمساعدات سواء من الكويت أو من الدول العربية أو من كافة الدول العالم لتخفيف معاناة أشقائنا في قطاع غزة. ونطمح أن نجري هذا الفريق الأول من قبل الهلال الأحمر الكويتي، أن هناك فرق متتالية إن شاء الله خلال الفترة القادمة بالتعاون أكيد مع الهلال الأحمر المصري، مشكورا عبر هذه التسهيلات التي نأمل أن تستمر هذه الأمور في الأمور الإنسانية. أشكرك. شكرا. شكرا لكم. يعني إذن الجهود المصرية مستمرة ومكثفة بالتنسيق مع طبعا الأشقاء الكويتيين على مستوى تحديدا المسار الطبي من خلال الدفع بفرق من الأطباء الكويتيين وطاقم التمريض داخل المستشفيات الكويتية العاملة في قطاع غزة.